في التنمية الاقتصادية الواقع والأفاق. مصبولة بعمر رئيسة المنتدى الدولي للمرأة الصحراوية في نسخته الأولى. المنتدى بصفة عامة عبارة عن برنامج دعم مقدم من الحكومة الأمريكية للإنسان المحلي في هذا الربوع وخصوصا المرأة. يستهدف تنمية قدرات المرأة المحلية، قدراتها الذاتية وتوعيتها للنهوض بحقوقها الكونية والوطنية. ومن خلال هذه التوعية والتكوين والتمكين تستطيع أن تترافع عن حقوقها من أجل إشراكها، ماشي فقط يعني كاين حقوق للعنف، على كاين قوانين منظمة للعنف وقوانين فيها إجراءات جزئية للعنف، ولكن المرأة خاصة تشارك في مشاريع المهيكلة سيرتو المشاريع اللي تكلم عليها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. على كل حال هذه التظاهرة وهذا المنتدى بدعم من المعهد الدولي الأمريكي وشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ودعم مجلس الجهة أيضا. name is Amara Crooms. I am IRI's director for programming locally, and I'm honored to be here today with the Sahara Women's Forum and the members of the steering committee who have committed to this effort over the last year. What's happening today is the culmination of all of their efforts, and everything that we're doing here is focused on advocating for the rights and the needs of Sahrawi women based on their locally identified needs. It's been my greatest honor to work with them, and I wish them all the best in the future. فاطمة المساعدي عضوة لجنة التنظيم من مدينة العيون حول منتدى المرأة الصحراوية اللي هو يتنظم اليوم 15 و16 بالداخلة حول إشراك المرأة الصحراوية في آفاقها الأبعد، حول تجاربها في ما هو سياسي، ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي. الحمد لله احنا عندنا كفاءات هون في المناطق الجنوبية، كفاءات جد فاعلة وعندها الكثير من التجارب اللي هي مرت منها، وحنا اليوم في هذا المنتدى اللي هو اشتغلت عليه منظمة الإيري وهي الدعم وهي الشريك الأساسي في هذا المنتدى. قررنا أن نعدلوا هذا المنتدى من أجل إبراز المرأة الصحراوية في المناطق الجنوبية والتعريف بقيمة المرأة الصحراوية ووزنها وقيمتها على المجال السياسي الاقتصادي والاجتماعي. أسيا بوزكري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. جينا من جهة طنجة تطوان الحسيمة، كنمثلوا الجهة في هذا يعني في هذا ليفينمون ولا في هذا التظاهرة الخاصة بالنساء واللي هي تظاهرة يعني نسائية بامتياز. صراحة هي فرصة للتواصل ما بين جميع نساء يعني أنحاء المغرب، شمال جنوب شرق غرب. إذا ما بغيناش نفوتوا هذه الفرصة باش نجيو نتلاقاو مع هاد السيدات وكذلك يعني نبنيو ذاك الجسور التواصل ونطلعوا على تجارب ناجحة يعني النساء المغربيات في مجالات متعددة سواء الاقتصادية السياسية الاجتماعية. وكذلك يعني تكون هناك واحد التبادل ديال الخبرات والتقاسم ديال التجارب. وحنا على مستوى مجلس جهه طنجه تطوان الحسيمه غادي ناخذوا يعني نغتنموا هذه الفرصه ديال التواجد ديالنا في جهه الدخله، نشوفوا كذلك مع النساء المنتخبات ديال مجلس جهه الدخله وكذلك نساء مجلس العيون، نشوفوا الامكانيه ديال يعني شراكه ما بين الجهات الثلاث في اطار واحد البرنامج اللي كيخدم المراه يعني المراه المغربيه بصفه عامه.